إذا بنتذكر بس الـ urinary tract هي في عنا الكيدنيز يعني الكلية، يوريتر اللي هو الحالب، بعدين البلدر، بعدين اليوريثرا. تتذكروا كيدنيز يوريترز بلدر بعدين يوريثرا، هذا الاناتومي تبعها. فاليورينري تراكت انفكشن از ان اكيوت اور كرونيك انفكشنز، يعني في ناس على فكره بيعانوا من كرونيك ريكيرنت يو تي ايز، في لها اسباب متعدده اذا في مجال حنحكي عنها او يمكن احنا من اللي حنحكي عن الاكيوت. يوجوالي بكتيريا يعني الاوريجن يو تي اي بالعاده بتكون بكتيريال انفكشن. That may affect any part of the upper or lower urinary tract. لما نحكي upper هي من اللي عم نحكي عن kidneys. زي ما في بالrespiratory حكينا upper respiratory tract و lower. وكل ما كان lower كان أصعب بالrespiratory. يعني أصعب إشي كانت النمونيا و high mortality rate. بالUTI العكس. كل ما كانت lower بتكون أسهل. كل ما طلعنا فوق للkidneys بتكون أصعب. فالupper urinary tract infections اللي هي الكيدنيز نسميها بايلونيفرايتس تكون صعبة وريسك للسبسز أعلى. تمام؟ فأي بكتيريا infection بأي بارت من urinary tract بسميه urinary tract infections. The organisms present have the potential to invade the tissue of the urinary tract and adjacent structure. أكيد الانفكشن بده يدخل جوا التشو يعمل لي الانفكشن. بالنسبة لليو تي اي على فكرة في له كتير classifications، كتير في له classifications لليو تي اي. في ناس بيقسموا اليو تي ايز بناء على السيمتومز، في ناس بصير عندهم بكتيريوريا من غير سيمتومز، يعني لما بروح بعمل يورين اناليسز يورين كلتشر بلاقي فيه بكتيريا بس ما عنده سيمتومز. وفي ناس عندهم سيمتوماتيك يو تي اي، عنده سيمتومز وعنده بكتيريوريا. وفي ناس عندهم سيمتوماتيك اي بكتيريوريا، عنده سيمتومز بس لازم ما اجي اشوف البكتيريوريا ما بلاقيها الكونسنتريشن عالي. فالمهم اول تصنيف بناء على السيمتومز، هل في عندي سيمتومز ولا ما عندي؟ اي سيمتوماتيك يعني ما عندي سيمتومز ولا سيمتوماتيك، هذا اول تصنيف. ثاني تصنيف ممكن نستخدمه by anatomical site، وهذا هو من أشهرها على فكرة، من أشهر التصنيفات اللي هو anatomical site. يعني هل هي ضاربة أو عاملة للإنفكشن باللور تراكت ولا بالأبر؟ شو تعريف lower urinary tract urinary tract infections؟ في عنا ثلاث أنواع من اللور: cystitis إذا البلدر هي الانفولد، إذا البلدر هي الانفولد بسميها سيستايتس. يوريثرايتس إذا اليوريثرا هو الانفولد، يوريثرا يوريثرايتس. وبروستاتايتس إذا البروستات، على فكرة البروستات جلاند يعتبر من اليورينري تراكت البروستات، طبعا بدها تكون النيل. بس أي مشكلة بهدول بنسميها lower urinary tract infections. لما نحكي أبر معناها كيدنيز، معناها اسمها بايلونيفرايتس، أبر معناها كيدنيز. فالإنفكشن لما يوصل الكيدنيز له اسم خاص اسمه بايلونيفرايتس، بايلونيفرايتس. هذا ثاني تصنيف. ثالث تصنيف حسب كومبليكيشنز، يعني هل المريض عنده كونديشن معين وبالتالي تعتبر كومبليكيتد يو تي اي، يعني كومبليكيتد يعني بتخوف، يعني المانجمنت تبعها صعب. كومبليكيتد يو تي اي ولا ان كومبليكيتد يو تي اي؟ الان كومبليكيتد هي اشهرها. اي فيميل بالايجنج بالعمر البرودكشن عندها يو تي اي تعتبر ان كومبليكيتد. تمام؟ حنحكي هذا كله بنفصله لقدام، بس بدي احكي لكم شو في عندنا تصنيفات، كيف نقدر نعمل كلاسيفيكيشن لليو تي اي. اوكي؟ فممكن نصنفها بناء على الكومبليكيشنز. هل هي complicated UTI ولا uncomplicated UTI؟ وآخر تصنيف على recurrence، هل هي acute UTI لحالها acute وأجت once ولا هي recurrent كل شهر شهرين ترجع يصير عندي recurrent UTI recurrent UTI؟ من recurrent ندخل بما بي الكونسبت تبع الكرونيك
هل في عندنا اكيوت ولا كرونيك؟ هل هي مرة وخلص، كل كم سنة بتجيها مرة، او كل كم شهر بيجي مرة، ولا هي شهر والتاني بترجع ريكرنت يو تي اي؟ تمام. شركة اليو تي اي في عندها اكثر من تصنيف، باي سيمبتومز، باي اناتوميكال سايت، باي كومبليكيشن، اند باي ريكرنس. Infection may be limited to the growth of bacteria in the urine. لما نحكي بكتيريا باليورين ايش سميناها؟ اسمها بكتيريوريا. اوكي؟ growth بكتيريوريا هو الجروث. شوف بكتيريوريا، مش عارف المفروض هيك صح السبيلينج. بكتيريوريا يعني وجود بكتيريا باليورين بكونسنتريشن معين كمان. طيب بدي اسال هون هلا سؤال، هل ممكن اعمل يورين اناليسز والاقي فيه بكتيريا وما يكون عندي مشكله؟ شو رايكم؟ يعني انا لو قلت لاي واحد فيكم روحوا اعملوا يورين سامبل، جيب لي يورين سامبل، بدي اروح اعمل يورين اناليسز وتحسب نسبتها قديش؟ هاي قلت لك في بريزنس اوف بكتيريا، بكتيريا يعني نوعا ما شوي في موجود بكتيريا نتفه مش كثير. دكتورة هو اليورين هلا طبيعي اذا انا عملت يورين اناليسز ولقيت شوية بكتيريا باليورين. دكتورة انا بعرف انه اليورين يعني ستيرايل، بس اذا كان ستيرايل طيب حلو، بس بوصل ل صح يعني ممكن يكون ما في سيمبتوم، يعني يوصل لعشرة أس خمسة ما يكون في عندي سيمبتوم. بقولكم هي ما تدخلوليش بأرقام، بقولكم نتفة بكتيريا، يعني مثل لو بكتيريا السين ايه عادة عادة عادي. إذا كان واحد اثنين ثلاثة يعني ما بأثر. طب من وين أجو؟ أنت بتقولي السيراي. هلا اليورين إز السيرايل ليكويد، يس، لما بيطلع اول ما بيطلع من الكيدنيز للبلدر يتجمع، ما يعني لو انا حللت اليورين هذا المتجمع بالبلدر بيكون ستيرايل. بس هلا انت لما بتطلع عينه يورين هلا الكونديشن مش ستيرايل، انت عبين لك طلع ممكن يكون في كونتامينيشن من النورمال فلورا اللي بهذيك المنطقه. هلا اليورين ريتراكت فيها نورمال فلورا، فيها ايكولاي نورمال فلورا، فانت ممكن نلاقي كم بكتيريا موجودة، لأنه أنت طريقة أخذ العينة ممكن ما تكون ستيرايل. فإذا لقينا كم بكتيريا زي ما قالت لكم سوسن ما عندنا مشكلة، بس إذا كان العدد كبير معناه لا في مشكلة. فإذا لقيتوا أنتوا عملتوا يورين أناليسز مثلا ولقيتوا بالريبورت تبع اللاب إنه بكتيريا السين، خلص ما في مشكلة إذا ما عندكم مش سيمبتومز. تمام؟ ليه؟ لأنه البكتيريا ممكن يكون بس كونتامينيشن، وانت بتطلع عينة البكتيريا اليورين صار في كونتامينيشن، فبنقبل ان نلاقي بكتيريا سين ما عندي مشكلة. بس وين المشكلة؟ اذا كان عددها كبير بطلت سين صار لها عدد كبير. وثاني نقطة لما يكون عندي سيمبتومز من اليو تي اي بدنا نحكي عنهم شو هم السيمبتومز، ساعتها بيكون في مشكلة. تمام؟ فأنا ممكن أوصل يعني يجي لي مريض عنده اي سيمبتوماتيك بكتيريوريا، يعني ما عنده سيمبتومز، يعني بيتفاوت المرضى، ممكن يجوني اي سيمبتوماتيك ما عندهم سيمبتومز بس عنده بكتيريوريا، وممكن يكون يوصل لمرحله بايلونيفرايتس، هاي الأسوأ. بايلونيفرايتس على فكره البايلونيفرايتس هو ريسك للبكتيريميا والسبسس زي قصه الايش النمونيا. لما يوصل مريض عنده بكتيريا كيدني انفكشن اللي هو بايلونيفرايتس، هذا هاي ريسك فور سبسس، هاي ريسك فور بكتيريميا. ولما ندخل اللي يكون سبب السبسس البلد انفكشن من اليورين، يعني من اليو تي اي بنسميها يورو سبسس. لما تشوفوا تشخيص اي مريض بملف المستشفى يورو سبسس، اعرفوا انه سبب السبسس هو يورينري تراكت، يورو من يورينري تراكت. طب ايش بيفرق معي باي ذا واي؟ لما الواحد يطلع عنده بلاد انفكشن جاي من اليورين ولا جاي من النمونيا ولا جاي من اي انفكشن تاني، ايش بيفرق معي اعرف الاوريجين اوف انفكشن؟ ليش مهم مثلا اعرف انها يورو سبسس من اليورينري تراكت، او هذيك سبسس جاي من اللنج من النمونيا، ايش بيفرق معي؟ دكتور عشان انه احدد المايكرو اورجانيزم. احنا اوكي البلاد كلتشر حنعملها 100%،
بس على الاغلب بكون متاكده يورو سبسس جاي من اليورين، على الاغلب هي يو تي اي، بس هذا لا ينفي اني اعمل كلتشر، لازم اعمل كلتشر، بس نوعا ما بيحدد لي نوع السبسس من وين جاي، انه شو نوع المايكرو اورجانيزم. لما يكون جاي من يورينري تراكت فعلى الاغلب هي جرام نيجاتيف، لما تكون جايتني من لانج على الاغلب تكون جرام بوزيتيف، بس هذا لا ينفي اني لازم اعمل بالسبسس بلاد كلتشر واتاكد. تمام، فلما اشوف يورو سبسس معناها جاي من يورينري تراكت انفكشن. ريكيرنت يو تي اي شو تعريفها؟ شوفوا 2 اور مور يو تي ايز خلال 6 اشهر الماضيه، او اي اور 3 اور مور خلال سنه، اذا تنتين او اكثر خلال 6 شهور، 3 او اكثر خلال شهر. اذا اجاني وقال لي خلال 6 شهور اجتني ميل او فيميل 2 اور مور، معناها ان ريكيرنت يو تي اي، 3 او اكثر بالسنه معناها ريكيرنت يو تي اي، والاساس ما تيجي ولا يو تي اي، ماكسيمم وحده، تنتين خلال سنه كامله مثلا، بس اكثر من هيك صراحه تعتبر ريكيرنت يو تي اي. حتى الريكيرنت يا جماعه شو ممكن تكون نوعين، يو تو تو ري انفكشن او ريلابس، شو الفرق بينهم؟ ري انفكشن او ريلابس؟ ري انفكشن اخذناها انه ريكيرنس وذ ديفرنت مايكرو اورجانيزم. ممتاز. الري انفكشن هو بيكون ديفرنت مايكرو اورجانيزم، اما الريلابس بيكون ريكيرنس بنفس السيم سبيشيز اللي كانت مصاب فيها قبل، وبتكون بتكون تيجي كل مره ريزيستنت. ممتازه يا هنادي. ري انفكشن نحكي اسمها ديفرنت مايكرو اورجانيزمز، ام او اس معناها مايكرو اورجانيزمز. اوكي، ريلابس سيم مايكرو اورجانيزم، بس ايش حضرتها؟ صارت ريزيستنت. كان الدواء قبل تستجيب عليه، هلا عم ترجع لي مور ريزيستنت، فبدي دواء يغطيها اقوى، او بدي نفس الدواء بس جرعه اعلى. لما نقول ريلابس نفس المايكرو اورجانيزم عم ترجع بتعمل لي مشكله، مع الوقت بصير هاي ريزيستنت مايكرو اورجانيزم، ممكن اضطر اني اغير الدواء او ازيد جرعه. ري انفكشن لا، كل مره عم تجيني ديفرنت مايكرو اورجانيزم، مره ما ايكولاي، مره كليبسيلا، مره سودوموناس. تمام، هاي معنى ري انفكشن. فالريكرنت ما بفرق، ما بكفي احكي ريكرنت، لازم اعرف هي ريلابس كل مره عم تطلع لي نفس الايكولاي وعم تطلع كل مره، فهيك لازم اطلع الكلتشر، لازم اعمل سنسيتيفيتي، بلكي الدواء اللي انا عم بستخدمه هي ريزيستنت، انه ما عم تستفيد اللي يستفيد المريض. بالريكرنت لازم اعمل كلتشر مشان افرق هل هي ري انفكشن ولا ريلابس. إذا ري انفكشن لازم كل مرة أعطي دواء يغطي المايكرو اورجانيزم بتطلع لي كل مرة. تمام؟ فهي عن نرجع بنحكي إذا الكلاسيفيكيشن باي أناتوميكال سايت، هذا طيب لكم شو بدي أعمل هاي كات نقولهم هون، لأنه هذا عبارة عن تكرار بيست انفولد كيدنيز شو كانت الجميلة بورد كيدنيز واسمها بايونفراتس، هذا سلايد شيء دائما مكرر. طيب uncomplicated وcomplicated، خليني اعرف ال uncomplicated وبالتالي حنفهم شو هو الcomplicated UTI. شوفوا uncomplicated UTI هو اي فيميل في تشايلد بيرنج ايج، يعني عمرها من 15 ل 45، هاي تشايلد بيرنج. على الاغلب ما في حدا حيسال يعني الفيميلز بريجنت قبل 15، وفوق ال 45 كمان في ممكن دخلنا بريسك اوف بوست منوبوز وهي القصص. فهم فعليا لما بيعرفوا التشايلد بيرنج ايج، يعني الفتره اللي ممكن تكون برودكتيف وممكن تحمل فيها وتجيب اولاد، هو من 15 ل 45 سنه، فبسميها تشايلد بيرنج ايج. فاي فيميل بالتشايلد بيرنج ايج ونورمال هيلثي، ما عندها اي مشاكل، ما عندها اي امراض، هي تعتبر uncomplicated UTI. اذا اذا اجت اليو تي اي لاي فيميل بالتشايلد بيرنج ايج وهاي الفيميل ما عندها مشاكل صحيه، تمام، يعني انا بدي احكي لكم كل القاعدين فيميلز القاعدين هلا بالمحاضره كلنا اغلبنا بين 15 و 45، مفيش حدا اكبر من هيك اتوقع،
ولا اصغر، اكيد مش اصغر. فاي حدا بهذا الايج وهيلثي، ما في كوموربيديتيز، ما في امراض، تمام، هاي اذا اجتها اليو تي اي هي عباره عن انكومبليكيتد يو تي اي، خلص سمي. هاي تعريف الانكومبليكيتد يو تي اي. اي فيميل لازم تكون فيميل، لان اذا كانت ميل صارت كومبليكيتد. هاي وحده، هلا هي هذا السلايد فيها كل الكومبليكيتد، بس خليني اربطها. اذا انكومبليكيتد هي اي فيميل، وبالتالي اذا كانت ميل، اذا كان ميل صار كومبليكيتد. تشايلد بيرنج ايج، اذا كان عمره اقل من 15 دخلنا بالتشيلدرن، تشيلدرن كومبليكيتد. اي يو تي اي بتصيب التشيلدرن كومبليكيتد، بعملها دغري كومبليكيتد. الالدر كومبليكيتد، تمام. اذا عندها هيلثي مش هيلثي وعندها كوموربيديتيز تعتبر كومبليكيتد. وبالتالي خلص اي فيميل تشايلد بيرنج ايج وهيلثي تعتبر يو ان كومبليكيتد يو تي اي. اذا لها ثلاث شروط لان كومبليكيتد يو تي اي: فيميل، هيلثي، وعمرها بين 15 و45. اي ديفيشن عن هدول الثلاث شروط دخلنا بكومبليكيتد يو تي اي. طيب اذا شو هي الكومبليكيتد يو تي اي؟ حتى هون ايش عم بكمل لك الان كومبليكيتد يو تي اي؟ بقول لك انه ما عندها لاك اوف ستراكشرال، سوري، لاك اوف ستراكشرال اور فانكشنال ابنورماليتي، يعني ما عندها مشكله بالقناه البولية، لا استرك، لا اشي مشكلة بالستركشر ولا بالفانكشن، وامورها ممتازة، بتروح على الحمام عادي، ما في عندها حصر بول، ما عندها مشكلة بالحالب، هذا كلها اسمها ستركشرال اند فانكشنال. نورمال فلو اوف يورين، بتروح على الحمام عادي، فويدنج ميكانيزم، بتفضي المثاني كامل، ما في تحشير للبول، هاي كلها نو 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 نو، يعني هيلثي، يعني نورمال. اوكي؟ هذا معناها انكومبليكيتد. فبنيجي اصلا للكومبليكيتد. إذا أنا شو تعريف الكومبليكيتد يو تي اي إذا؟ الكومبليكيتد أي حدا عنده congenital abnormality of the urinary tract معناه عندي complicated. تسمع مرات في ناس الحالب هذا عندهم قصير، الحالب هذا بيكون قصير، اليوريتر قصير، هذا مشكلة خلقية، عيب خلقي. في ناس الحالب تبعهم فيه التواءات، مش ستريت وبيجي اليورين بينزل بطريقه فريلي وما في مشاكل، في عندهم التواءات وبضل اليورين محشر، تمام؟ هذا يعتبر كونجينيتال. في ناس عندهم مشكله كونجينيتال بالبلدر، كونجينيتال بالكيدنيز، تمام؟ فاذا عندي اي مشكله كونجينيتال، عيب خلقي، فانا عندي كومبليكيتد، بطلنا عن كومبليكيتد. ستون، اي حدا بيعاني من كيدني ستونز تعتبر كومبليكيتد، لانه بطلنا عم نحكي عن هيلثي نورمال انديفيديوال. اي حدا بيعاني من ستون، اي فيميل او ميل بيعاني من ستون، اي فيميل او ميل بيعاني من كونجنتال ابنورماليتي بصير كومبليكيتد، ستون ان كومبليكيتد. اندولينج كاثيتر، اي حدا مركب كاثيتر سميه فولس كاثيتر، دخل مثلا على المستشفى وركبوا له هذا الفولس كاثيتر، مش عارف ايش اسمه بالعربي، اللي هو مش عارف والله بالعربي، اذا حدا بنقذني، بركبوا له بسموه بربيش في اليورين، في اليورين ريتراكت عشان نجمع بول. بطلنا هيك نورمال، لانه يعني اصلا الكاثيتر ممكن يكون سورس اوف انفكشن هو لحاله هذا الكاثيتر، تمام. فاند ويلينج كاثيتر اني اركب فولس كاثيتر جوا اليورين ريتراكت عشان اجمع بول، تمام. هذا بنسميه، هذا الكاثيتر بدخله بالبيرسون بادي فور ا لونج بيريد اوف تايم عشان اجمع بول، هذا في ريسك يصير عندنا منه يو تي اي، فبطلنا اذا صار يو تي اي لانه مركب كاثيتر، معناها اسمها كومبليكيتد يو تي اي، مش ان كومبليكيتد. طيب هاي ثالث سبب من اسباب انه يكون عندي كومبليكيشن. بروستات بروبلم، اي حد عنده بيناين بروستاتيك هايبر بليجيا او هايبر تروفي، لانها بتعمل لي يورينري ريتنشن، يعني هاي البروستات تكون موجوده هون زي مبدا الستون، تضغط على اليوريتر ببطل يقدر ينزل اليورين بطريقه طبيعيه، بتحشر، بيضغط وبحشر اليورين زي مبدا الستون، الستون بتسكر طريق اليورين انه يطلع بشكل طبيعي، تمام. فاي حدا عنده مشكله بروستات اذا صارت عنده يو تي اي بتصير كومبليكيتد، اي حدا مركب كاثيتر اذا
إذا صارت عنده UTI بتكون complicated. أي حدا عنده stone إذا صارت UTI بعاملها complicated. أي حدا عنده congenital abnormality صارت عنده stone بعاملها complicated. أي حدا عنده obstruction الستون بيعمل obstruction، والبروستات هايبرتروفي أو هايبربليجيا بتعمل obstruction. طب شو في عندي أسباب تانية لobstruction ممكن يكون؟ obstruction يعني اليورين ما عم بنزل بشكل طبيعي. شو في عندي أسباب؟ هاي حكينا عن البروستات إنها تكون كبيرة، وحكينا عن الستونز. هل في أسباب أخرى إنها توقف أو تعيق حركة اليورين إنه ينزل؟ الانفكشن. الانفكشن ممكن يعمل بالهاي. لا الحين obstruction عملت لي انفكشن. التشوهات. التشوهات اللي حكينا عنها. ثالث ممكن تعمل obstruction صح. شو كمان؟ ممكن يكون عندهم إشي في الأعصاب. أعصاب neurological deficit هاي غير عن obstruction. neurological deficit برضو بتأثر على اليورين فويدنج بس مش اللي هم زي التبول ال لا إرادي مشاكل يكون عندهم مشاكل في النيورو. هذيك نيورو يس نيورو بس احنا عم نحكي obstruction هسا لسه ما دخلنا بالنيورو بروبلم. كانسر. كانسر اذا اجت كانسر مثلا هون احنا عم نحكي بناين بناين بروستاتيك هايبربليجيا هاي بناين اسمها بناين يعني البروستات بس مضخمه كان في كانسر تمام اذا في عندي كانسر هاي بطلت بناين كانسر بالحالب كانسر بالمنطقه اي كانسر بنفس البروستات هون في كانسر او كانسر بهاي المنطقه او كانسر بالبلدر اي كانسر باليورينري تراكت معنى عمل لي obstruction. برضو من المشكلة تكون مشكلة أعصاب زي ما حكيت هنادي في مشكلة أعصاب زي التبول لا إرادي هذا برضو التبول لا إرادي خصوصا إذا طول عند البيبي وإحنا عم نحكي عن بيبيات ففي عندي أكثر من عامل مشكلة أعصاب ومشكلة إنه children إنه عمره صغير تمام فهذا بيقلل برضو سوري بيزيد الريسك إنه يصير عندي complicated UTI infections in men أني infection in men بتصير دوري complicated الأساس بالمن إنه يكون avoiding of urine one way عشان هيك المن قليل لنلاقي عندهم infection بالurinary tract إذا صار infection بالمن اعرفوا إنه هذا complicated children وإذا بدي أحكي تعريف children باليوتي آر بدنا نحكي أي حدا تحت عمر ال 15 تمام تحت عمر ال 15 بدي اعمله انه children فاذا اجى اي infection لchild سواء كان male او female يعتبر complicated pregnant woman عشان هيك احنا عم نحكي بchild bearing اذا كل ما هي non pregnant اذا هون خلينا احكي non pregnant صح هذا شرط رابع non pregnant اني non pregnant female non pregnant females of childbearing and childbearing في احتمال تكون pregnant في احتمال non pregnant إذا صارت pregnant صارت دغري complicated تمام؟ هاي هم men children and pregnant women are automatically considered complicated طيب برضو الناس اللي بالhealth care association إيش يعني؟ نرجع على نفس المبدأ شو يعني health care association؟ يعني اذا كان اجتني انفكشن من ميل او فيميل موجودين ميل اوريدي كومبليكيتد من فيميل مثلا موجوده بدور الرعايه هاي دغري بعتبرها كومبليكيتد اوكي او اجتني من طفل اوريدي طفل كومبليكيتد فاي حدا من الهيلث كير فاسيليتيز هاي تعتبر كومبليكيتد فهيك صنفنا الفرق بين الانكومبليكيتد والكومبليكيتد اذا اذا بدي احكي انا الأسهل تعرفوا الأنكمليكيتد أنكمليكيتد UTI أني ناني بريغنانت فيميل بهذا العمر وهي يلثي وما عندها أي مشاكل تعتبر أنكمليكيتد أذروايز هاي أسباب الكمليكيتد UTI واضح يا جماعة الجدول هاد في حدا عنده أي سؤال هاي برضو هذا برنا تانية عم بحكي لك uncomplicated هي lower urinary tract symptoms موجودة بالhealthy non-pregnant woman healthy non-pregnant woman بس برضو الايج مهم تكون من 15 45
ليه؟ لانه اذا كانت كبيره بالعمر برضه بعتبرها كومبليكيتد. يعني افرض اجتك في مال عمرها 70 سنه، اعتبريها كومبليكيتد. ليه؟ لانه الاميونيتي تبعتها قليله، وعلى الاغلب ما في حدا بيوصل هذا العمر وهو هيلثي، فيش عنده ولا ديزيز. اوكي، الكومبليكيتد هاي بيدخل مره ثانيه بريجنانت الميل، حدا عنده اي اوبستراكشن، اميونوس اميونو كومبرمايز بيشنتس برضه حطها هون بروبلم. اي حدا كومبرمايزد يعني اتش اي في كانسر، ورجعوا اتذكروا قلنا دايابيتس يعتبر اميونو كومبرمايز بيشنتس، الهارت فيلر يعتبر اميونو كومبرمايز بيشنتس، اور ماخذ اميونو سبريسيف زون او كيموثيرابي، هذا كله اي شيء بياثر على الاميونيتي يعتبر كومبليكيتد. رينال فيلير، تخيل واحد عنده يو تي اي برضه عنده رينال فيلير يعتبر كومبليكيتد. اي حدا رينال ترانسبلانت لانه ماشي على اميونو سبريسيف ايجنتس، اي حدا بيعاني من نيورولوجيكال بروبلم لانها بتعمل يورينري ريتنشن، ببطل اليورين كله طالع من الجسم، بصير في عندنا ارتداد لليورين. تمام، هاي كلها تعتبر ريسك فاكتورز للكومبليكيتد يو تي اي. سي اي يو تي اي هي الكاثيتر، اذا صار عندي يو تي اي بسبب تركيب الكاثيتر، وهاي باي ديفولت احنا حطيناها مع الكومبليكيتد يو تي اي. بدي اياكم تحفظوا بس، يعني انا اذا ممكن عشان اريحكم احفظوا لي بس اول تنين هدول، بعدين نحكي عنهم الكاثيتر اندوز واسمبتوماتيك، هدول احفظوهم نرتب الشابتر. اوكي، هاي الانكومبليكيتد وهاي الكومبليكيتد، نفس النقاط موجوده هون وهون. طيب في شوية تعريفات بدنا نحكي عنها قبل ما ندخل بالديتيلز تبعت الانفكشن. باي يوريا، لما احكي باي يوريا شو تعريف الباي يوريا؟ مرق معكم باي يوريا لما تسمعوا بال او تقراوا بالريبورت. وايت فيسيز بالضبط ان ذا يورين. باي ذا واي، باي ذا واي خليني احكي هون معلومة، لما اعمل انا يورين اناليسز يورين اناليسز الاساس بالوايت بيسيز يكون نل، بقبل مرات بتقول لك 1 تو 2 يعني وحده لتنتين بقبلها عادي، ايش بيج ديل 1 تو 2 وايت بي سي يعني بالعدد وحده او تنتين شايفين هيك سيبريتد ما عنديش مشكله. نفس الشيء الار بي سيز الاساس تكون نل اور 1 تو 2 1 تو 2 بقبل. تمام، لما احكي انا نقول نورمال يورين اناليسيس، يورين اناليسيس الاساس ما الاقي فيه وايت بي سيز، الاساس ما الاقي فيه ار بي سيز. طيب بروتين، شو رايكم بالبروتين؟ الاقي باليورين اناليسيس بروتين نل، ما بلاقي بروتين نل. تتذكروا احنا صنفنا وقت السي كي دي بثيروي 1 شو تعريف المايكرو البومين يوريا والماكرو، تتذكروا في الاساس البروتين لانه البروتين حجمه كبير، بالاساس الكليه ما ترشح بروتين لليورين. اذا لقيت باليورين بروتين اعرفوا انه في مشكله بالكيدنيز عندنا. طيب ايش كمان؟ بروتين وايت بي سيز ار بي سيز، ايش كمان في اشياء ما بلاقيها باليورين؟ ال سكر، ايش هو؟ بكتيريا، بكتيريا الجلوكوز والكيتون والقصص الطيبه. لا بنحكي مش صح نل، او ممكن احكي اذا بقبلها بكتيريا مقبوله اف نو سيمبتومز. هاي برضو اذا حدا عمل يورين اناليسيز ولقى بكتيريا السين وفعليا ما بيعاني من اي سيمبتومز تبعت اليو تي اي، هاي يطنشها عادي ما يعطيها اي اهتمام. طيب كيتون بوديز، صح كيتون بوديز اساس اني ما عليها نل صح، كمان حكيت جلوكوز اساس ما الاقي جلوكوز باليورين، جلوكوز يوريا اساس يكون نل. تمام، وبالتالي اذا لقيت وايت بي سيز ايش بسميها بالاب نورمال؟ بدها تكون اسمها باي يوريا اذا كان عددها كبير، اذا صار في عندي مشكله. طب الار بي سيز اذا لقيتها شو بسميها؟ الار بي سيز باليورين
هيماتيوريا بعرفش يس هيماتو يوريا ممتازة. بروتين طبعا عارفينه انتو بروتين يوريا. هذا البين قوسين يا جماعة ان ابنورمال، ها مش تيجي تقولوا لي ما انت قلتي نيل كيف بقى يوريا، خليكم صحصحين ابنورمال، ها بعرفكم ابنورمال باي يوريا. اوكي هاي كنترول سي، الابنورمال بصير اسمه هيماتو يوريا، بروتين ابنورمال سوري بصير اسمه بروتين يوريا، وهذا الابنورمال هو بكتيريوريا. خلاص مش مشكلة. كيتون بوديز خلاص بزنس اوف كيتون بوديز اساس ما اشوفها. اوكي جلوكوز اذا موجود موجود بسميه جلوكو يوريا، جلوكوز يوريا. شيء ثاني بس اذا ذكرته بحطه برضو انه ما الاقي، برضو ما بلاقي باليورين ابيثيليال سيلز، ابيثيليال سيلز سيلز يسموهم كاست سيلز، كاست سيلز او شو نسميها ستونز كريستال، كريستالز يس كريستالز بدور على اشياء زي هيك كريستالز ستونز الكريستالز هاي الاساس كلها كمان ما تكون موجوده. اوكي حلوين. في استدكتور لوكوسايد استريز وفي اشي كان نهايته كاست او هيك هاي كاست سيلز او انه هذول يكون مع الستونز مع الانفكشن بزيدوا تمام الاساس ما يكونوا موجودين اللي حاسه فيها مشكله بزيدوا هذول الاساس يكونوا نيل. اوكي هذا نورمال يورين اناليسس، انتوا عشان بكره لما تشوفوا اي يورين اناليسس يعني تكونوا فاهمين شو بصير في هاليورين اناليسس. قديش منتشر اليو تي اي؟ منتشر كثير. The most common occurring bacterial infection worldwide. منطق. منتشر اليو تي اي. تقريبا ب 8 مليون patient visits annually. يعني 8 مليون بيروحوا على الايش؟ على العيادات، طب وفي يمكن 1000 مليون. عارف شو الفنيان قديش بيطلعوا؟ يمكن بليون انا بالارقام مش كثير. بيروحوا لحالهم بيجيبوا علاج من الصيدليه صح؟ لما نحكي فيزيتس معناها وصل العياده. في ناس لحالهم بيروحوا خلص عارف التريتمنت تبعها بتروح تقول لك بدي سيبو بدي كذا من الصيدليه لحالها. او بتسال الصيدلان اللي بيبيعها دايركت من الصيدليه. فاللي لقطوهم بالعيادات هم 8 مليون انيولي، وانا متاكده تريبل تبعهم ولا دبل بيروحوا لحالهم بيشتروا. من صيدليات واحد كل ثلاثة فيميلز will have had urinary tract by age of 24. هذا وين احنا باي ذا واي دائما الستاتستيك جايتنا من برا عارفش احنا قديش الستاتستيكس عندنا هون بالاردن. على فكره الانفكشن من الامراض اللي المفروض احنا يكون لنا اور اون انفكشن جايد لاين صراحه لانه هاي اليو تي اي احنا يعني كل الكالتشر تبعتنا والتراديشن تبعنا مختلف تماما عن اليو اس اي تمام؟ يعني احنا باي ايج اوف 24 احنا الحمد لله ما في عندنا لا بوي فريند ولا جيرل فريند ومحافظين على الاغلب ما بيكون عندنا هذا 1 2 2 3 فيميلز بعمر ال 24 بيكون عندهم يورينري تراكت تمام؟ لانه ما عندنا علاقات غير شرعيه وبالتالي هذا الرقم لما بنشوفه احنا بنقول هذا عن امريكا او عن اوروبا او عن الاجانب احنا هذا الرقم اكيد مش عندنا مش هذا الحكي فالابيديميولوجي بدنا نقول باليو اس اي تمام او بيوروب الانفكشنز بشكل عام المفروض احنا حتى المايكرو اورجانيزم يا عمي في ادويه بتشتغل عندنا بتشتغلش برا في ادويه بتشتغل برا بتشتغلش عندنا المفروض حتى بالمايكرو اورجانيزم يكون اور اون جايد لاين لانه مرات المايكرو اورجانيزم المعروف عنها ريزيستنت عندنا مش ريزيستنت تمام مش زي ما حكينا عن هايبرتنشن ديزيز كديزيز الانفكشن بالذات المفروض كل مكان في العالم كل بلد يكون له جايد لاين خاص لانه المايكرو اورجانيزمز الموجوده تختلف باختلاف الاماكن بالعالم اليو تي ان اللي مثلا انتشارها وحده كل ثلاثه في ميز بعمر ال 24 احنا مش موجود هذا عندنا هذا الرقم لانه احنا ناس محافظين ما عندنا علاقات غير شرعيه على ال 24 على الاغلب ما بتكون متزوجه
فليش يكون عندنا هذا الريت العالي كل 3 في ميلز عندنا واحدة انفكتد؟ هذا الرقم مش موجود عندنا. بس احنا كون ما عندنا statistics ما بنقدر الا نحط statistics اللي من برا اللي جايتنا من برا. Infection in male occur much less frequently than female لحتى نوصل عمر ال 65. لما نوصل 65 بتقول لك الانفكشن بالميل وبالفيميل سيميلر. ما حدا يقول لي عشان الهرمون تبع الفيميل، لا، لانه بالعمر ال 65. شو رايكم؟ طب يلا جاوبوني، ليش الانفكشن تبع الفيميل ب 65 سنه بيكون بعلى؟ لازم الميل يجاوب. ليش الميل الانفكشن تبعهم قليل الا لما يوصل عمر ال 65 بصير الانفكشن عالي زيه زي الفيميل؟ ما حدا عنده جواب؟ فكروا. دكتورة بس السؤال، السؤال ليش الميل وهو صغير عمره صغير ما عنده انفكشن لما بصير 65 بزيد الانفكشن عنده؟ ليش؟ ايش بالمقارنة بالفيميل لحالهم الميل ليه ايش في عندهم اشي بيحميهم وهم صغار؟ ايوه يا الا انت دائما صوتك واطي بس يعني عندك معلومات. بروستيت مالح بروستيت بيطلع فلويد فيه انتي مايكروبيال. سبحان الله البروستيت فلويدز لما بتطلع فيه لها انتي مايكروبيال افكت، عشان هيك الميل وهو صغير هو محمي اكثر من الفيميلز. زائد حكينا انه الفويدنج اوف يورين وان واي تمام، بس لما بصير عمر 65 تبلش مشاكل البروستيت، بصير عند بروستاتيك هايبربليجيا او بروستيت الفلويد تبعتهم بتقل، بتقل الافكاسي تبعتهم فبصير الانفكشن بيزيد تمام. وممكن يدخل عامل انه بصير عنده كوموربيديتيز او امراض اخرى بتدخل في الموضوع، بس هي الاساس هو البروستيت. البروستيت بتقل افكتيف زي قبل. طيب اوقف هون، أنا خلصت المحاضرة عاد رمضان سريع وبنحكي نتقابل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم إلا إذا عندكم أي سؤال. في حد عنده أي سؤال؟ أي سؤال يا جماعة؟ يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم يا رب. يلا نشوفكم الثلاثاء إن شاء الله. مع السلامة. Thank you.